للأسف للأسف أنه إحنا نقوم بهذا الطريقة، وأنه إحنا ندعي للديمقراطية وندعي إلى الحرية وحرية الأعمال وحرية الفرد أين هي الديمقراطية؟ أنا بذاك الزمن منع لي عمل، وبهذا الزمن يكرر نفس الشيء، يمنع لنا عمل، يمنع لنا عمل درامي. أنا ما أريد أقول لازم المفروض نروح نشوف الأعمال الباقية، ولا أبدأ أحكي على أعمال باقية، كل هذا فن، كل هذه حواديت حكايات نسردها حتى نقدمها للمتلقي في شهر رمضان الكل تفرح به. أرجع وأقول هذا القرار مجحف بحق الكاسر، مجحف بحق اللي قاموا بهذا العمل، مجحف بكل الأبطال اللي شاركونا بهذا العمل، لأنه لازم على هيئة الاتصال ترجع إلى نقابة الفنانين. نقابة الفنانين هي الأحق بأنه تعطي القرار الفصل. والسيد نقيب الفنانين الأستاذ جبار جودي نطق بكتاب رسمي وقال إنه العمل كان لا يسيء إلى الجنوب. فعلاً فعلاً، وهذا ما طرحناه. نعم، لا يسيء إلى الجنوب، لا للعقال العراقي. يا أخي ما من المنطق ولا من المعقول إنه أنا بهذا العقل بهذا العمر بهذه التجربة أجي بعد هذا العمر مع فنانين كبار أروح أسيء إلى